أحسى حاجة والله هم اللي فاجئوني. المفاجأة اللي هي الكبيرة إن شفت ناس ما شفتهاش قبل كده. جت الحلم إن يبقوا الأولاد في أحسن حال وفي أحسن صحة وفي أحسن مرتبة في السيرك، يعني يوصلوا للعالميين طبعا. وطبعا لوبة امتداد ليا، وأوسة امتداد ليا برضو، دول أولاد المدربين أسود. ده كل سنة وانت طيب وطولت العمر ليك يا حبيبي، ودايما معايا ووسطيني يا اخواتي، وبقول لك شكرا ربنا يخليك ليا. انت استاذي وحبيبي وابويا واخويا وكل حاجه ليا. بابا هو اللي علمني تدريب الاسود وهو اللي بيدعمني لحد دلوقتي، فبقول له طولت العمر ليك يا حبيبي. ومبسوطه النهارده بالتكريم السيرك القومي ليك على تاريخك وعلى ما فنك وعلى اسمك. بابا لحد دلوقتي بيعرض في السيرك القومي. بابا 72 سنة، وطبعا ده مفيش مدرب اسود وصل للسن ده ولسه بيعد. انا بهنيه عشرة العمر، عشرة الكفاح في تدريب الاسود في السيرك. مهما قلت من كلمات مش هعرف اعبر اللي بداخلي من ناحية كابتن محمد الحلم.